لو الحكاية فيها إن فيجو ترى سلامة تعتزل الفن وتتزوج من أحد النجوم الكبار. إحنا عارفين إن دي كتبة إبريل وإنت قلت لي كده لما أنا اتصلت بيك، لكن هل ممكن ده يحصل؟ لا طبعا مش دلوقتي خالص والله. انا هو ما لقيتش دلوقتي ولا كمان شويه يعني قدامي ايه ده المعامله دي في ايه؟ تكلم على المكان دي بس بتضحكي علينا بتقلقينا ليه يعني؟ ما كلمتش والله انت بتقولوا مش دلوقتي، لا ممكن ده يحصل دلوقتي او بعدين. انا بقول ما فكرش في الجواز دلوقتي خالص. يعني انا قدامي في عشان تستنى في لما حصل في بابا بقى يعني بجد تهزيق تهزيق شويه لان كان في يعني في ضغط جه ومشي يعني فاهم يعني. اول بقى ما نتاشا ملت الفيسبوك عشان بقى احمد هم على فكره ما كانواش يعرفوا اساسا ان انا بنت احمد سليمه خالص. عارفوا ما اعرفش عارفوا منين بقى في ناس من الوسط طبعا في من الوسط الفني وفي من بره والله. طب احنا عايزين الاول نتكلم عن موضوع الوسط الفني. ايه اللي انت ممكن تقبلي ان انت تتجوزي فنان او مطرب يعني ممثل او مطرب اقصد؟ لا انا من رايي ان انا مش هتجوز خالص من الوسط الفني. ليه بقى؟ انا والدك فنان يعني. لا ما انا لا ما هو مش ما مش عارفه مع ان هو انت لو يعني لو جوزي واحد من الوسط الفني ممكن هيكون اكتر حد مقدر شغلك وطبيعه شغلك ويساعدك على كده. انا مستحيله اقعد في البيت عشان حد ايا كان بحبه يعني حتى لو بعشقه مستحيله اعمل حاجه غصب عني. يعني انا مش عايزه انا لسه 22 سنه ولسه ما عملتش حاجه في حياتي برده. يعني كل الحاجات وكل الشغل اللي اتعمل ده انا برده حاسه ان انا ما عملتش حاجه. ليه قلت سني؟ بس الناس كلها بتجري ومفكرين 17 سنه و 13 سنه بس. ايه ده لا طيب احنا مش عايزين يا جماعه نعدي حته هي قالتها، قالت تهزيق بقى من الاستاذ احمد سلامه بخصوص الارسال. لا مش تهزيق يعني اللي هو شفتي بقى الناس بتكلمني وزن و ايه عايز موقف يعني تحكي موقف حصل معاكي. مفيش موقف حصل محدد. هو بابا بس بابا عامل زي عريس من جهه امنيه بالظبط بالظبط حتى مع اختي الكبيره كان نفس الموضوع. يعني هو بيحبنا جدا من كتر ما حبه يعني مش زي اي اب برضه. يعني اب ممكن يشوف بنته تتمنى ان يشوف بنته تتجوز في الكوشه في الحاجات دي لكن هو نفسه ده بس لا يعني فاهم اللي هو مين هياخدك يعني مين اللي يستحق ياخدك اساسا يعني هو شايفها بنظريه تانية يعني بس ما ضربش عريس زي عادل امام بالنار وحاجات كده. طب انت عايز مواصفات بابا؟ مواصفات بابا؟ انت عايز عريس بمواصفات بابا؟ ممكن بس التمثيل هو بيبقى دايما 24 ساعه مش موجود. يعني عشان شغله عشان ظروف الشغل برده بتحس ببعد قوي يعني ممكن تشوفه بعد شهر مثلا. يعني لان التصوير 24 ساعه ممكن في ناس بيباتوا في اللوكيشن اصلا فده بيبقى صعب شويه. فعشان كده بقول لك مش عايزه اتجوز من الوسط الفني خالص. لا انا على فكره يوم ما اتجوز هقعد في البيت يعني انا حاسه ان انا مش عمري مش طويل قوي. طب ده مهم الكلام ده لا ما احنا يبقى انا كده يعني ندعي ان ساره ما تتجوزش. اي امراه اي ست في العالم اخرها كده يعني انا محتاجه اخرها جواز وقعده. قلت وهبت نفسي للفن والكلام ده ايه وهبت نفسي للفن يعني فنانات كبيره ما بتجوزوش. رهيبه السينما المصريه. ناس كتير كده بس انا حاسه ان انا يعني انا عملت كل حاجه في ان انا نفسي يعني انا مثلت كل الادوار خلاص مش محتاج حاجه تاني يعني فاهم. انت مقتنعه بالكلام اللي انت بتقوليه؟ بصراحه ده سؤال والله مقتنعه. يعني مثلا عمرها دلوقتي مثلا 22 سنه من الممكن ان انت يعني تغيري قناعات بعد شويه بعد يعني كنت بتفكري طعم النجوميه. السن ده اصلا السن ده اللي هو بيبقى فيه تمرد وفكره ان انا لا انا مش هسمع الشغل ده كله. ايه عايز افهم بتقولي لا مفيش حاجه احنا على الهوا والله قول على صوتك يعني شاركنا الحوار بشكل اكتر فعالي. طيب هنرجع تاني. فبقول لك ان ممكن تتخيلي عندها لما شويه يعني تكوني اكثر نجوميه
الجمهور بقى ويعني الشهره تاخدك شويه من حياتك الخاصه، فتقولي حتى لو اتجوزت ما ينفعش نقعد هنا، بدليل ان في ناس كتير جدا من الفنانات اللي موجودات دلوقتي لو انا بتكلم نجمات صف اول متجوزين وعايشين حياه مستقره جدا وفي نفس الوقت نجمات. منى زكي دليل، حنان ترك قبل ما تعتزل دليل، غاده عادل طبعا، ياسمين عبد العزيز، كلهم متجوزين وحياتهم مستقره جدا بشكل كبير قوي يعني. فانت ليه اما ده بقى يعني في ناس ما فيش ده انت حكمت دلوقتي يا سارة، انت بتفكر صح جدا بس مش كلام من الشخصيه دي. اي ست مالهاش الا بيتها جوزها. ايوه في الاخر انا ده من وجهه نظري يعني. ايوه ما انا بقول لك ده صح. انت خليكي كده يعني. انا استحاله مثلا اتجوز واخلف واسيب ابني حد يربيه هو مثلا يعني، فاهم يعني؟ لو انا هتحمل مسؤوليه ده يبقى اقعد يعني اقعد. انت قلت يا ساره من شويه مستحيل حد لو واحده كنت بحبه موت قوي ان هو يبعدني عن التمثيل. ايوه انا لما احب نفسي انا مش هو اللي يقول لي اقعدي. من نفسي كان يعني انا لما بعد ما اعمل كل حاجه انا نفسي اما في شغلي. محتاجه اسجلك الحته دي، ممكن توجهها رساله للبنات اللي هم شايفين بقى ان هم لا لازم يشتغلوا بقى ويحققوا ذاتهم ويمتازوا في العيله والبيت. على فكره هي عندها نفس المبدا بس مؤمنه انه في مرحله لا هي شايفه ان العيله اهم من اي حاجه. صح تمام اكيد. بس انا عايز توجهي بقى كلمه، ما كل واحد على حسب دماغه، كل واحد على حسب دماغه والله. يعني انا ممكن ناس كتير ما تعجبش كلامي ده خالص وناس كتير يقولوا صح عندك حق. يعني ما اقدرش احكم حد على حاجه معينه، ده رايي انا يعني. هو يقصد دايما ان المراه او البنت لما تكون تطلعيه ووصوليه فده بي بي بيموت الجانب الانساني فيها. ايه لا ما اقصدش انا، بس ان هو بيموت الجانب الانساني او الجانب اللي هو الشخصي فيها، ان هي دايما بتنظر لنفسها وعملها هو في المقام الاول ثم في المقام الاول ثم في المقام الاول. لكن حياتها ان هي ممكن تتجوز وتخلف ولا انا عندي اصحابي كتير كده على فكره، كانوا هيموتوا يتجوزوا وتجوزوا بيمثلوا ولسه يعني في الاول الطريق وجابوا ولاد عيال وبتاع اتنين لحد دلوقتي. يعني اعرف واحده جابت اتنين اكبر مني بثلاث سنين ونفسها حاجات كتيره قوي ومش عارفه توافق من ده وده، يا البيت والعيال والخلفه والجوز ويا اما تمثيل بقى وشغل واجتهاد بجد يعني اللي انت عايزه توصلي. فانا من رايي انا ان انا لسه عايزه اوصل لحاجات كتيره قوي يعني، لسه ما عملتش حاجه في حياتي خالص. فلما اوصل لها بقى ولما ابقى وبرده مش عايزه ابقى شهره وبس وخلاص يعني، في حاجات في دماغي نفسي احققها يعني. مش عايزه يقولوا الناس دي ايه ده، دي اموره حلوه جميله. لا عايز تقول ايه ده، ناس تتخض يعني تمثيلها فظيع. اهم حاجه التمثيل، موهبه يعني. يبقى في موهبه باشن جميله بس لا كمان دي شامله مش جميلة. انت حسيت ان جمالك يعني سبب في مشاكل دي؟ جمالي في ايه؟ عامله شكلك يعني سبب في ان هو يجيب لك مشاكل يعني يضايقك يعني؟ انا في نتاشا كانوا مهتمين اكتر بالجمال على فكره يعني، هما لو كانت بنت مشهوره. انا اصلا حتى في حياتك العاديه بره بعيدا عن التمثيل حسيت ان شكلك عشان يعني بنت اموره خالص والله. انا اصحابي كتير يعني بيقولوا لي من قبل اساسا ما اعمل حاجه بيقولوا لي انت المفروض يا ساره تتغري تبقي مغروره عشان انت مش عارفه جميله وعشان بنت احمد سلامه فنان ومش عارفه ايه. فانا مش كده، انا طبيعيه جدا في اي حاجه يعني وصريحه جدا. انا معاملتي كده، انا اتربيت على ده. فانا ما بحبش، انا شايفه نفسي ان انا عاديه والله يعني قشطه تمام جميله بس ما بقى مش بحب حلاوتي يعني. قشطه تمام ايوه بنت عاديه جميله بتاع بس مش اللي هو ما بهتمش بده اكتر يعني. بهتم اللي انا الحاجات اللي عايزه اوصل لها اكتر. شايفه السن المناسب، السن المناسب اللي انت ممكن تعتزل فيه، انت اللي انت عملت فيه كل حاجه. انا سالتها السؤال ده لسه ما عملتش حاجه عشان اعتزل صح؟ لا السن المناسب اللي انت لما توصلي له هتقولي لا خلاص بقى 30 مثلا 30 سنه؟